على ثلاث افلام، الفيلم الاول من فلسطين والفيلم الثاني من المغرب والفيلم الثالث من كوريا الجنوبيه. كلهم مثل ما نكون عارفين هن افلام لمخرجات نساء، هن قاموا بهذه الاعمال. ثالث فيلم لا هو روائي وثائقي عفوا ان اصبح من ساكون، انما اول فيلم وثاني فيلم هن افلام. اول فيلم هو فيلم وثائقي وثاني فيلم هو روائي لهم علاقه بالمراه وبيعالجوا مواضيع. اول واحد بيعالج فكره انه النساء عم يعملوا درفتنج كارز ريسينج، انبسطوا في الجمهور هون كثير وحبوه، لقوا قريب منهم، لقوا انه المجتمع كمان يعني بيشبههم وهيك كيف انبسطوا فيه. والفيلم الثاني هو فيلم مغربي روائي كمان بيحمل قضيه الشابات اللي بيضطروا يشتغلوا ليعيشوا ليأمنوا لقمه عيشهم. مهرجان عملته بصيدا وببيروت، وهالسنه لما حكيتني قلت لها لازم تعمليه بطرابلس. انا هذا المكان معرض رشيد كرامه الدولي بيعني لي كثير، بحس مكان كثير حلو للواحد يعمل فيه افلام ولازم الناس تشوفه اكثر لهالمكان، وبحس هالمكان مش اخذ حقه. فقلت لها خلينا نجرب، وفعلا اتصلنا ب إدارة المعرض ووافقوا علي على المشروع طبعا، لأنه بدهم كمان يشجعوا الثقافة بالمعرض. فكان التجاوب كتير لذيذ من قبلهم، وكان في تعاون كتير كبير كان من المواصفين والناس الموجودين، فبشكرهم جميعا على هذا الموضوع. مثل ما شفتوا نقينا المحل يلي هو البيت اللبناني، واشتغلنا على ألوان تشبه ألوان البوستر، وحطينا هيك إضاءة لذيذة بس نعطي شوية روح للمكان. والناس انبسطت يعني مع قمر كامل، والقعدة حلوة تحت القمر وعم نحضر أفلام.